ماذا علي أن أذكر؟ حقا ميتشل، أعدك حتى لو دفعوا لي ثمن الكحول اليوم لن أشرب بعد الآن يا ابنتي، أعدك عزيزتي. تأكدي بنفسك أمي، وأنت ألم تسأليه ماذا يفعل؟ لا لا لم أجرؤ أمي، أؤكد لك أنه يستعد للرحيل. يا للمجنون. مجنون؟ أعتقد بأن خواخي لوي ستفهم الوضع أكثر منكما. اسمع كورديليو، يبدو أنه منذ وفاة ابن عمي فجأة بدأت تتخطى حدودك متناسيا نوع عملك هنا، فأنت ما زلت تعمل خادما وستبقى كذلك إلى أن تقرر يا أمي العكس. لا تنسى أنك كنت تعمل لحساب ابن عمي الذي هو الآن لحسن الحظ مات. دعيني أخبرك أنسة ديجنا، أنتم ستخسرون كل شيء لأن السيد سانتياغو احتاط للأمر. من يعي الشرف؟ في أي حال ادخرت بعض المال وأفتش عن زوجة. كفّ كورديليو. فكري بي عندما تشعرين بالوحدة أنسة ديجنا، فكري بي. ما معنى هذا خورخي لويس؟ يا مرسيدس باسيربير لي افسيد دمي فاميليا منك. كما ترين أمي، أنظف خزانتي وأوضب أغراضي. ولماذا؟ ألا تعرفين؟ سئمت الانتظار وسأرحل وبأسرع وقت ممكن، لن أنتظر أكثر لأغادر. ماذا جئت تفعل؟ أتيت تخبرني أنني خدعت وأن زواجي من موكلك باطل؟ لا أريد مناقشة قراري. بل ستبقى هنا، يجب أن نتكلم، فالوصية تتلى بعد أيام. تماما، لن أبقى حتى نرمى خارجا. ابقي أنت إن أردت المزيد من الذل. لن نرمى خارجا خورخي لويس، ثمة شيء لا تعرفه. اتضح أن زواج سانتياغو من الشقية باطل. لا أعرف ممن سمعت هذه التفاهات عن بطلان زواجك يا بنيتي. على كل هذا ليس سبب مجيئي، هل لي بالدخول؟ لا 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 أنا آسفة، الأفضل أن نتكلم أمام الباب، وعذرا على قلة تهذيبي لأن الثرثرة كثرت في البناية منذ رأوك تأخذني من هنا أول مرة وهم يتكلمون بالسوء عني. قل لي ماذا تريد. حسنا، أولا عليك القدوم غدا إلى قصر ديل أولمو. أنا؟ لماذا؟ لأنه في الغد تفض وصية سانتياغو. ماريا مرسيدس باسيربير لأفسيد دمي فاميليا من كارغو جو مي مادر نو سابانتو نو بوركي مي بادر جاماس كومبلو. ماريا مرسيدس باسيربيرلي أفسيد ون بوين ديا مي سون كامبيو كومبرو ان كاتشيتو اي مي كونوسيو اي آل مورير ان مونتون مي. Mercedes, para servirle a usted, qué rico son el que bailo yo, el baile que alivia cualquier dolor, su ritmo caliente mi corazón. La Mercedes, la vida te premiará, tú ya lo verás. María Mercedes.